تعالى تعالى يا حلاوة ألمانيا. جمال سويسرا يا معلم. جمال سويسرا، طعامة سويسرا. يرضيك يا سويسرا، الواد ده يستقرضني ويلبسني السلطانية. الواد ده؟ آه. أنت هبت منك يالا ولا إيه؟ بتستقرض المعلم الكموني؟ بتلبسه الطرطور؟ السلطانية. بتلبسه السلطانية؟ أنت ما تعرفش ده يبقى مين؟ خلاص. ده يبقى أبويا. خلاص بقى. ده اللي رباني. خلاص يا حلاوة. ده ما أعرفش حد فيه. خلاص بقى حلاوة ألمانيا بقى، في إيه؟ معلش يا معلم، بس لازم أعرف الواد ده عمل إيه؟ مفيش يا سيدي. الواد درويش. عبيط زي ما أنت عارف. عجبته عربية مؤمن. راح واخدها جايبها على هنا. بس كمانه غشيم ما جربهاش. ما عينهاش، وقفها هنا، جينا نشغلها تاني ما ضرتش. عارف ليه؟ ليه؟ جابت وش سلندر. وش سلندر؟ متوقع من كلب قليل الاصل زيك. بس انت برضو غلطان يا درويش، يعني المفروض الواحد لما يروح يسرق عربيه يبقى واخد معاه ميكانيكي عشان يبص عليها. الناس ما بقاش عندها ضمير يا معلم كموني. غشيم بقى، ما انت عارفه. انت هتقول لي على طيبه قلب درويش؟ ده طفل. المهم الواد ده لازم يتربى دلوقتي يا معلم عشان يبقى عبره لاي حد يفكر يضحك على المعلم الكموني. فكرك كده يا طعامه اسبانيا. اه خلاص، نعمل فيه ايه؟ يدفع ثمن تصليح العربيه من جيبه. يا عم انا شلت حق العربيه كله، وخدوا مني المحفظه بتاعتي والفلوس والساعه والدبله. مش كفايه تتضرب لحد اما تقول ان الله حق. هو انت مش شايفني ولا ايه؟ ما انا مضروب اهو قدامك ومتكهرب ومربوط. عايزين مني ايه تاني؟ روحوني. مش كفايه تبوس ايد المعلم الكموني؟ بص ايد وبص رجل وبص رجل الرجاله كلها. طب ايه يا معلم؟ انا مش لاقي حاجه تانية تقدروا بيها الصراحه. خلاص يا جمال تنزانيا، مش عايز منه حاجه. مش عايز منه حاجه ازاي؟ مربته ليه؟ لا ده اردفر فاتح شهيه، حاجه بسلي بيها نفسي عبال ما الاكل ينزل. والاكل نازل. لا بقول لك ايه، خلي بالك عشان الاكل حامي وممكن يوجع لك معدتك. حامي! درويش! درويش بهزر يا معلم. حامي ايه وبتاع ايه ده؟ انا عجبني بس المنطقه بتاعت الاكل بتاعتك، فقلت يعني اشاركك في امورني يا سيدي المعلمين. سؤال مفاجئ. يا دي اسئله. اتفضل. عمر وسلمى. ده الفيلم؟ لا، دول اتنين بضرب بيهم المثل. عمر ادى سلمى برتقانه عشان توصلها لشخص. مين الشخص؟ مش موضوعنا. سلمى اختفت والبرتقانة اختفت. السؤال هنا، عمر لو مسك سلمى هيعمل فيها ايه؟ ايه؟ واحد هيتجوزها؟ لا هيتجوزها يا معلم كله الا كده. لا يتجوزها. لا ما ينفعش يا معلم. خلاص يديها فرصة لحد ما ترجع البرتقالة. ده حل كويس. وبعد كده يتجوزها. ليه طيب؟ لا يتجوزها. ده فرصة. خلاص. خلاص. يقعد يضرب فيها لحد ما ترجع البرتقالة. ويتجوزها؟ لا. درويش اللي اتجوزها. لا. لا درويش لا اللي اتجوزها. لا يا معلم بقى، أنا عندي حل رابع. هو؟ إحنا نجيب سلمى هنا. إيه؟ وتتعزق ضرب لحد ما يبان لها صاحب. وتتربط هنا جنب مؤمن. بس ما حدش يتجوزها. خدني جنبك يا مؤمن.